فايز المالكي في ضيافة يا هلا لهذه الليلة، ومدرس رياضيات سعودي يبتكر طريقة حسابية جديدة لجدول الضرب، ما عاد في باليد واحد كما قلت لكم يوم أمس، ومظاهرات تطالب بإطلاق سجناء اليوم. مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا بكم من جديد. أشكر كل من يخصص جزء من وقته لمتابعتنا في أهلا، وننطلق من أبرز ما كان في الصحافة السعودية من مقالات اليوم. أكثر موقع تم قراءته وأكثر موقع تم التعليق عليه وأبرز التعليقات على المقال الأكثر تعليقا، إضافة إلى المقال الذي اخترناه لكم نحن فريق برنامج أهلا من الصحافة السعودية نتابع. المقال الأكثر قراءة من صحيفة الوطن للكاتب صالح الشيحي بعنوان ما زلنا نحفر وندفن في نفس المكان. يقول الشيحي في موقع أرقام: تعليقات ساخرة كثيرة تتحدث عن برج الراجحي المزمع تنفيذه على طريق الملك فهد بالعاصمة الرياض ليكون مبنى للإدارة العامة لبنك الراجحي. إدارة بنك الراجحي لم تبحث عن المقاول الوطني أو التخالفات المحلية أو عن مقاولي الباطن التي وقعت عقد إنشاء المبنى مع شركة سامسونج العالمية. النقطة الثانية أن التكلفة الإجمالية للبرج الضخم تقارب 617 مليون ريال، بينما تكلفة مشاريع الحكومة مضاعفة بشكل عجيب ومبالغ فيها. النقطة الثالثة أن البرج سيتم افتتاحه بعد سنتين، فليس هناك مدة مفتوحة. هم يعرفون متى ينطلق المشروع ومتى يستلمون مفاتيحه. نحن في مشاريعنا نعرف انطلاقة المشروع، لكننا لا نعرف متى يستلم أحفادنا المفاتيح. بقي السؤال الذي لم أعثر على إجابة له منذ 5 سنوات: لماذا لا يفتح سوق المقاولات للشركات العالمية؟ لماذا لا يتم تقديم التسهيلات للمقاول الأجنبي؟ ويختم الشيحي: لو أن جميع الاعتمادات المالية التي رصدتها الدولة تم تنفيذها بدقة وفي موعدها لتجاوزنا والله جميع دول الشرق الأوسط، لكن للأسف ما زلنا نحفر وندفن في نفس المكان. المقال الأكثر تعليقا من صحيفة الشرق للكاتب عبد الرحيم المرابي بعنوان الشعلان واتصالاتنا السعودية، صدقتم ولكن. يقول الشعلان: ما كنت أود أن أكتب إلا ثناء وشكرا لاتصالاتنا السعودية لما حظيت به من تعامل راقي من قبل مسؤوليها الذين لاحظوا كثرة البلاغات التي تقدمت بها إلى الشركة بشكل شبه شهري. لولا أن قرأت في عدد الشرق 290 رداً كتبه سعادة مدير عام الشؤون الإعلامية المهندس نواف الشعلان على مقال سابق. جاء رد المهندس الشعلان حول تكرار انقطاع الخدمة الهاتفية لدي بقوله: تبين أنه عطل في التسليك الداخلي لمنزل العميل. وأنا أقول هذا غير صحيح البتة، بينما جاء في رده حول البلاغ المتعلق بانقطاع الانترنت لدي قوله: تبين أن مودم الانترنت يتطلب إجراء إعدادات وتهيئة. ويختم الكاتب: لم يعد هذا مهما بالنسبة لي، المهم هو أنه جاءني اتصال من أحد موظفي الشركة يحثني فيه على الموافقة على تقديم طلب ترقية السرعة من 4 ميجا إلى 20 ميجا. قبلت بهذا العرض وليتني لم أقبل، حيث بدت أدفع مبالغ شهرية إضافية بينما السرعة هي نفسها، بل أصبحت أكثر بطئاً وعطلاً من ذي قبل، وهذا ما سأوضحه في المقال القادم إن شاء الله تعالى. التعليق الأبرز جاء من القارئ سعيد بقوله: معاناتنا مستمرة مع شركة الاتصالات، نحن في نهاية عام 2012 ولازلنا متأخرين حتى في أبسط تقنيات التواصل، نحن آسفين على أنفسنا. المقال الذي اختاره لكم فريق يا هلا من صحيفة الاقتصادية للكاتب سلمان الدوسري بعنوان ألا من حافز للمواطنين. يقول الدوسري: خلال اليومين الماضيين أتحفنا وزير ومحافظ برتبة وزير بمزيد من التحذيرات بشأن الاستهلاك السيء، لا أجد تعريفا غير هذا للطاقة في السعودية. وزيرنا الخبير علي النعيمي حذر من تضاعف الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030، أما محافظ هيئة تنظيم الكهرباء فقد كان تحذيره أكثر لطفا، فقد كشف أن تعزيز الحفاظ على الطاقة المتجددة سيوفر ما بين 70 مليارا و100 مليار ريال يتم توجيهها لتطوير البنية التحتية. ويضيف الكاتب:
مع تقديري لجهود معالي الوزير ومعالي المحافظ، فإن كل هذه التحذيرات عرفناها وحفظناها عن ظهر قلب، وإن أراد المزيد فنحن على استعداد لذلك. ويكمل الكاتب: ما ننتظره فعلا وعلى أحر من الجمر أن نرى استراتيجية واضحة فاعلة لتخفيض الاستهلاك المحلي للطاقة المتنامية بصورة مرعبة. لم يعد من المجدي التعامل مع المستخدمين بطريقة النصح والتوجيه. الحل يكمن في تقديم حوافز للمستخدمين تشجعهم فعليا على التوجه نحو الاستهلاك المنخفض. لا بد من وجود العديد من الحوافز الأخرى الممكن اقتراحها. أما إذا تم الاكتفاء بحملات توعوية مملة على غرار أسبوع الشجرة وأسبوع المرور، فلن ينالنا إلا مزيد من الخسائر. بالطبع لا يمكن تحميل وزير البترول والثروة المعدنية أو محافظ الكهرباء وحدهما مسؤولية اتخاذ قرار بتقديم حوافز لإيقاف نزيف استهلاك الطاقة، فالقرار النهائي في يد الحكومة التي هي من تقرر ما إذا كان فعلا يمكن الاستمرار في الأسلوب الحالي بحملات توعوية مكررة. ويختم الدوسري: الحوافز ثم الحوافز ثم الحوافز هي من تغري المستهلكين لتغيير سلوكياتهم مهما كانت ومهما ساءت. ونبقى في المملكة العربية السعودية وأبرز ما كان فيها اليوم، ولكن هذه المرة بالأرقام. سبعة وأربعون ألف سعودي والسعودية مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية كموظفي قطاع خاص بالرغم أنهم موظفون في الدولة. 475 موظف تسربوا من هيئة التحقيق والادعاء العام. 50 مليار ريال قيمة ما تستثمره المملكة في التعدين الواعد. 24474 مستفيد اسقطوا من كشوفات المستحقين من الضمان الاجتماعي بسبب زيادة الحد المانع المبني على مواد نظام الضمان الاجتماعي ولائحته. 3 جهات حكومية تشارك في فتح ملف الأدوية المغشوشة. 345 حالة حماية اجتماعية استقبلتها شؤون منطقة مكة في عام. 192 طن من الدجاج يوميا يزودها مسلخ الدواجن الآلي التابع للجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير. 5 متسببين في كارثة جدة يسجنوا 17 عاما وتغريمهم 2 مليون ريال. إدانة 506 ممارسين صحيين ورصد 4000 ملاحظة في عام واحد. راح نتوقف مع فاصل قصير ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم. طبعا نتابع بعد قليل هذه الفقره اللي يعني خصصناها منذ فتره طويله، يعني منذ تطوير البرنامج، وهي فقره اليوتيوب الاكثر تداول والهاشتاج الانشط لدى المغردين والمغردات السعوديين والسعوديات، وايضا الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافه السعوديه. أحيانا يكون عندنا مقطعين تكون أكثر تداول بالنسبة لليوتيوب، أحيانا يكون في مقطع واحد، وأحيانا تتكرر هذه المقاطع. معيارنا الدقيق والأساسي هو حجم المشاهدة على اليوتيوب عند السعوديين والسعوديات، ما يتعلق بالهاشتاج أيضا أعلى هاشتاج تم الدخول عليه والتفاعل معه عند السعوديين والسعوديات بمختلف المستويات العمرية، رجالا كانوا أو نساء، والحمد لله في تفاعل. نتمنى من الناس اللي يتفاعلون معنا عبر تويتر أنه في أي ملاحظات على هذه الفقرة أو غيرها يعني لا يبخلون علينا، وننطلق في مع أكثر اليوتيوب متداول في السعودية اليوم مشاهدة، وأيضا الهاشتاج الأنشط إضافة إلى الرسم الكاريكاتير الذي اخترناه لكم من الصحافة السعودية. من الهاشتاج الأكثر نشاطاً اليوم هاشتاج طريق الملك فهد. تجمع عدد من الأهالي اليوم على مظاهرات عند مبنى حقوق الإنسان مطالبين بإطلاق سراح سجنائهم. وقد تم إغلاق طريق الملك فهد من موسى بن نصير إلى وزارة الداخلية، وتجمع عدد من رجال الأمن والدوريات، وحتى الآن لم يصدر أي بيان من الداخلية عن التجمع أو أسبابه. الكاريكاتير الذي اختاره لكم فريق يهلا من صحيفة الوطن للفنان خالد الذي يصور فيه عجز المسؤول عن إيجاد الحلول وآلية جديدة في إيجاد الحل بدون عناء، ويتصيب يتخيب. من الهاشتاجز النشطة لليوم هاشتاج الأيتام في جازان،
استياء من حال الأيتام في دار التربية الاجتماعية بمبنى الشؤون الاجتماعية بمدينة جازان، بعد أن نشرت جريدة الوطن تقريرا مصور عن واقع مرارة حياتهم مع الخدمة المقدمة لهم. هذه الفئة التي ليس لها أحد، ليس لهم من الحياة سوى مرارة الفقد كونهم أيتاما، ينامون ويستيقظون في غرف نوم لا تمدهم إلا بالعناء، ويجتمعون في صلاة ترفيه لا تحمل من الترفيه سوى المسمى، وكل شيء يتمنونه إما مفقود أو يتيم. وذكرت صحيفة الوطن بأن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر وجه وكيل الأمارة الدكتور عبدالله السويد بالوقوف على واقع دار الأيتام ومعاينة سكنهم ومدى ملائمته لهم والاستماع لكل صغيرة وكبيرة منهم. من الفيديوهات الأكثر مشاهدة فيديو بعنوان مواطن يوثق استهتار شركة لوزين بالمستهلك السعودي، إذ أظهر مقطع فيديو مواطنا بحي بني مالك في جدة اكتشف تعفنا بإحدى الفطائر من منتجات شركة لوزين بالرغم من أن تاريخ الصلاحية كان ساريا، بعد أن عثر عليها في إحدى البقالات يوم العاشر من محرم ليكتشف تعفن كثيرا من الفطائر، وكان تاريخ الصلاحية المرصود على الفطيرة ممتدا إلى اليوم السادس عشر من شهر واحد عام 1434 هجريا. وانتقد المواطن تغيير لون الأكياس إلى اللون الأزرق الذي لا يبرز ما خلفه بعد أن كانت الأكياس شفافة سابقا، وكانت أول شفافة، يعني يستطيع الواحد اللي يتناولها يرى إذا فيها خلل أو خطأ، وهذا بتاريخ 10/1 في يوم الصيام، يوم الصيام 10/1/1434. فاصل ونعود لكم بعد قليل. اهلا وسهلا بكم، اليوم انا سعيد الحقيقه لان بنقدم وجه مشرق لنا في المملكه العربيه السعوديه، وكل ما يعني زادت هذه النماذج وهذه التجارب كنا في طريقنا للافضل. ضيفنا هو الاستاذ عبد الوهاب العنزهي، وهو مدرس رياضيات وايضا مساعد رئيس قسم الرياضيات بتعليم الرياض، اخترع طريقه مطوره في علم الرياضيات ل حساب نواتج عمليات الضرب، والتي هي في طريق اعتمادها في التعليم العام وخاضعة للدراسة الأكاديمية الدقيقة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، كما وأنه قدم كورقة علمية تطبيقية للجمعية السعودية للعلوم الرياضية جسر. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الوهاب. الله يحييك. أمس أعلنت للناس أنه ودعنا مسألة باليد واحد، واليوم كنت أحكي معك قبل هذا، ف أنت تقول أنك عملت فصل سيامي بين الجمع والضرب وانطلقت إلى فكرة جديدة ورسخت لذلك بأنها طريقة وليست نظرية. أهلا وسهلا بك، شكرا أنك يعني سويت كذا، وقلنا كيف اشتعلت الفكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أشكر استضافتكم وهذا أعتبر تاج وسام. أما مسألة الفصل الصيامي فهي منبع العرب في علم الرياضيات تبلورت الطريقة في مسألة البحث والتجربة والخطأ والصواب، في النهاية خرجت من الصندوق العربي إلى إيجاد إعادة خوارزمية، أنا أسميها أسلوب تطوير لفلسفة العرب في حساب الضرب. مرتكز الطريقة أو مرتكز التطوير على الصندوق يفصل بين مفهومي الجمع والضرب. ما كنا نعانيه سابقا في الميدان أو حتى في إيصال المعلومة والمفهوم الرياضي أن أثناء إجراء عملية الضرب يقوم الطالب أو الطفل أو المتعلم بالقيام بعمليتين حسابيتين أثناء القيام بعملية حسابية وحيدة، فتكون في خطوتين، إما أن يضرب ثم يجمع، وهذا بحد ذاته يعطي عملية زي ديسكونكت بين المفهوم. الجدول أو طريقة فقط فصل بين هذين المفهومين. طيب قلنا قصة المطعم الصيني ولا ما تبغى تقول؟ خلي وقت آخر. بس هي عموما اشتعال الفكرة جيد، يعني اشتعال إثبات البرهنة الرياضية. نعم. وقت آخر. نعم. طيب بعد ذلك أنت عام 2006 كان الكلام هذا، و2005 تقريبا نبعت 2005
ثم في مسألة الإثبات والبرهنة تقريبا أخذت 6 أشهر إلى ما قررت تحت المظلة العلمية أيضا. طيب أعطونا بس النماذج اللي رصدناها أو اللي حتى يتم الشرح، وبعدين بنشرح شرح يدوي إذا ممكن أن نعرضها. هي طبعا انت فكرتين برهنتها او هي طريقتين؟ الطريقه الاولى طريقه عبد الوهاب، وهي هذه الخطوه الاولى، هذه طريقه عبد الوهاب، والان فيها ايضا الباركود يعطي الاسلوب الرجوع الى اليوتيوب على قناه التشانل حقت الخاصه بي لعرض مثال مشابه للمثال هذا. ونلاحظ التراك اللي نمشي عليه ان نضرب ضرب منفصل انفصال تام عن الجمع. الآن لو نلاحظ الآن 6 في 3 18 و8 في 9 72 و4 في 5 20. هذا الآن الخطوة الأولى في مسألة ضرب 486 ضرب 593. لو نلاحظ الألوان تعطي الفاصل. الآن بعد ما ضربنا الضرب الأول أو الخطوة الأولى نجي للخطوة الثانية وهي ضرب 9 في 6 نجدها 54. لاحظ اللون يميز عن أو يعطينا، لاحظ السطر الأول انهينا، الآن نجي السطر الثاني 6 في 9 54 8 في 5 40. الآن الخطوة الثالثة مشابهة للخطوة بس بالاتجاه المعاكس. أعطونا الخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة ترك الثالث بنفس الطريقة بس بالاتجاه المعاكس 3 في 8 24 و4 في 9 36. ايضا الان بعد ما ضربنا يعني لا تضرب بشكل علوي، تضرب بشكل قطري. الان قطري. الاول ضربنا الاعمده ثم الان نضرب الاقطار. الخطوه اللي بعدها التراك اللي بعده اللي هي مساله نضرب الاركان. اركان يا شباب رقم 4 يا شباب 4 اسرع اسرع يا شباب. الاربعه او الخطوه الرابعه نضرب الاركان 5 في 6 30 و4 في 3 12. لاحظ أننا نتجاوز في الخطوة السابقة المرحلة الأولية. ليش؟ لأننا نضرب في العشرات 9 اللي هي 90 في 6. الآن ضربنا 5 وهي عبارة في منزلة المنزلة المكانية لها في العدد أو تعتبر 500، في 500 في 6 هي عبارة عن 3000. الآن كتبنا 30 ونفس الكلام أيضا 12. الخطوة الأخيرة الآن بعد ما أنهيت عملية الضرب، لاحظ أني لم أقل باليد 1 ولا باليد 5 ولا باليد 10. أنا قمت في مسرح العمليات الضرب، في مسرح عمليات الضرب الآن هذه هي منطقة وتعتبر مسرح العملية فقط. في النهاية نقوم بعملية الجمع. لاحظ الآن هي عبارة عن فصل تام بين المفهومين، مفهوم الضرب ومفهوم الجمع، ثم يقوم الطالب في الجمع بالاسلوب يعني التقليدي. الجمع في المرحله الثانيه فاصل بين الاثنين. طيب هذه 8، هذه 1 زائد 4 زائد 4 9. طيب هذه كيف الثانيه اللي هي 2 زائد 5 زائد 2 9 زائد 2 11؟ مكتوب 1 باليد 1. يعني ما غيرنا باليد 1 الا في الضرب. خلاص الان الجمع منطقي. جمع منطقي. اي لكن في عمليات الضرب اللي هي مساله مفهومين، كوني ادخل المفهوم داخل بس المفهوم. بس الطريقه الاولى ما تشوف انها اسرع؟ الطريقة الأولى وهي طريقة عبد الوهاب بلس. الطريقة الأولى هي عبارة عن خطوة تشمل عدة مراحل. طيب الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية بنفس الطريقة. نأخذ هي الطريقة الثانية، النموذج الثاني. النموذج الثاني أسرع وأسهل. الطريقة الثانية أيضا يمكن للرجوع إلى الباركود يعطيك التراك حقها. الطريقة الثانية هي عبارة عن ربط بين الطريقة التقليدية والطريقة طريقة عبد الوهاب، وهي أسميها أو سميتها أنا عبد الوهاب بلس. في تنظر لها من زاوية تجدها الطريقة التقليدية، تنظر لها من زاوية أخرى تجدها الطريقة حقت عبد الوهاب. لاحظ الآن 3 في 6 18 مثل ما هي، ما رفعنا باليد نهائيا. نجي في الخطوة الثانية نجد أن 6 في 9 54، أيضا 3 في 8 24. ثم نقوم بعملية الضرب الأخيرة وهي 8 في 7، ونلاحظ أيضا تقدير المنازل في مثل ما هي. لأن لو ضربت الآن، لما ضربت 3 في 4 أو 3 في 8 أنا ضربت 3 في 80
هي عبارة عن 240، وضربت أيضا 6 في 90 هي عبارة عن 540، ثم أضرب يعني في النهاية ضربت 80 في 90 لجدها أنها 7200، ثم نقوم بعملية الجمع. في الطريقة هذه طريقة عبد الوهاب أو وهاب بلس تختلف عن وهاب أنها جامعة بين الطريقة التقليدية والطريقة المطورة. نعم. طيب الحين نأخذ نموذج مكتوب سريع ترافقنا الكاميرا المحمولة حتى يشوفونها الناس. ما عندي مشكلة. يعني خلينا نقول 15 و15 مثلا، أو أي رقم أنت تختار. 15 و15 225، هذه قاعدة اللي أحدها خمسة ومربع العدد. إيه لأن فيها شغل شوي، يعني خمسة بخمسة بتطلع، يعني فيها باليد واحد. طيب تبي 15 في 15 مثلا؟ 15 في 15، خلا بس نعيدها نشوف 15 و15 الآن. أوكي اسمي واضحة الفونت؟ لا والله إن شاء الله واضحة، ما جانا قلم الخط يعني. الحين واضحة 15 في 15. أوكي الآن واضح. 15 في 15 نضرب 5 في 5 25. حلو. وواحد في واحد 1. انتهينا من الضرب إيش؟ 2 العمودي، لأن ضرب قطري. 5 في 5 5 في 5 5 في 1 5. أوكي 5 في 1 5 نجمة 12 5. 225. هذه أيضا طريقة المربع لأحدها خمسة. أبد نزود واحد هنا ونضرب فيها. 5 25 ثابتة، لكن هذه نأخذها في أدفانس أعلى. نجي مثلا نضرب الآن، وهي اللي عليها الكلام. لو لاحظ أخي علي، طريقة عبد الوهاب هي طريقة موازية للطرائق الأخرى، لا لاغية لها. بعكس لما أشوف المسألة، لما تجي مثلا الأرقام، مثلا لما أجي مثلا أضرب 122 ضرب 5، أنا أستخدم الطريقة التقليدية عادي. السبب لأن الآن ما عندك خلاص، إذا استخدمت الطريقة التقليدية ما ألغيتها. لكن لما أجي مثلا أضرب 459 ضرب 382، أنا هنا أفضل لي أني أستخدم طريقة عبد الوهاب عن طريقة الطريقة التقليدية. السبب إن هنا فيها مسألة الجمع مع نواتج الضرب. أضرب 8 أو 9 في 2 18 أول حطها فوق، ثم أضرب 2 في 5 هذه النظرية اللي هي الطريقة التقليدية. الآن نضرب طريقتنا احنا، 8 أو 9 في 2 18، 5 في 8 40، 3 في 4 12. ثم نقوم بعملية الضرب القطرية. 72 5 10. ونحرص على الترتيب. أنا أحرص راح ترجع بعدين أنت. 2 أحسنت. 2 في 5 2 في 3، اللي هي المسألة القطرية. 2 في 5 10 32. انتهينا خلاص، تجمع الآلة. الآن أضرب الأركان الزوايا. 9 في، لاحظ الآن أنا الآن هنا وضعت صفرين، وهنا أضع أيضا صفرين، ثم أقوم بعملية اللي 9 في 3 27، واثنين في 4 8. لاحظ هنا نقطة مهمة في مسألة الضرب الأعداد اللي تتكون من ناتج واحد، لازم أحط صفر. الآن أقوم بعملية الجمع. أقرب شوي أحسن، خذ فوكس شوي أو زوم إن. اوكي تفضل. خلاص الان لاحظ، هذه هي منطقه الضرب، نواتج الضرب. الان اقوم بعمليه الجمع الطبيعي اللي اخذناها في تاسيس مفهوم الجمع لدى الطالب. نعم. طيب الان شكرا عزيزي، خذت تاخذ اللفه معك. اسمعني، خذ اللفه اذا ودك، ما عندك مشكله. طيب شكرا حبيبي. طيب الان كيف كان يعني تفاعل وزاره التربيه والتعليم معك؟ يحتاج إلى يعني إثارة إعلامية، ويحتاج إلى وقفة جادة حقيقة في مسألة. لا بس يعني أخذ الموضوع يعني على محمل الجد ولا؟ نعم، أنا كنت الأسبوع الماضي الاثنين الماضي تقابلت مع الدكتور محمد السديري، وأنا أمسيه في هالوقت الطيب هذا وأقول بيض الله وجهك. والدكتور الله يسعده وين ما توجه تحت، أيضا كان موجود في اللقاء الدكتور محمد السمنان، رئيس أو مدير عام الإشراف.
ايضا بحضور رئيس قسم الرياضيات الاستاذ صالح الدياني، كان حقيقه تبني وتكامل يعني رعايه للمشروع او رعايه للطريقه على انها تصل الى مراحل اعلى مما هي عليه ان شاء الله في قادم الايام. نعم. وين تبغى توصل بهذه الطريقه؟ أنا ما صنعتها أو بمعنى أطلق ما طورت الطريقة هذه إلا لخدمة أبنائي. أنا يعني من رحم المعاناة تخرج عاطفة الحب وعاطفة الرحمة. الرياضيات ليست جافة بقدر ما يقد يعني يصور لها، بقدر ما هي تميل للجانب يعني المحسي. أنت لما كنت طالب في المتوسطة ابتدائية كنت شاطر في الرياضيات ولا كنت تعاني منها؟ والله لم أعاني بقدر ما كنت عاشق لها، لأني تخرجت من الثانوية فيزياء ورياضيات أيام الثانوية المطورة. وأيضا تخصصك كان رياضيات؟ كان رياضيات، فيزياء ورياضيات أيام الثانوية المطورة. يعني ما كان في لحظة تحول، لأنه في أعرف أصدقاء كانوا يكرهون الرياضيات ثم عاشقوها، وفي ناس العكس يعني، بس النماذج هذه اللي تحب الرياضيات طول الزمن ما كنت ألقاها واجد يعني. والله ليست عشقا بقدر ما هي حب منظم، حب مؤدب. الرياضيات تحتاج إلى توازن بين الحب وتوازن بين العقل، لأن الإنسان إذا جعل التوازن وأورده للأشياء الجميلة. بس اليوم أنت هذه الطريقة جبتها في عصر الآيفون والبلاك بيري والأشياء كثيرة، يعني كثير من الناس إذا شفت الطريقة التقليدية يمكن كثير من الناس لسه لابد أن يشتون، خلاص صار عنده في الموبايل الحاسبة كل التفاصيل. ليس أنت يعني، وأنت أيضا يعني عندك جالكسي الظاهر وعندك آيباد وعندك آيفون، وعلى الرغم لم يعني ظليت وراء هذا الموضوع. هذا الجيل الجديد ما تشوف أنه يؤثر عليه أو أنه بالعكس ممكن يفيده أكثر؟ ما بين أيدينا هو ناتج عقولنا وتفكيرنا. كون أن نستسلم لهذه الأجهزة سنصل إلى جيل قادم ينتهي من التفكير إلى مسألة الرضوخ إلى الماكينة أو الرضوخ إلى الآلة. الاستسلام ما داخل هذه الأجهزة هو من ناتج عقولنا وتفكيرنا. كوني أستسلم لها معناها أني استسلمت إلى يعني الحتف. التطوير نحتاج له إلى خروج من هذا، لأن نجعل هذه التقنية وهذه الوسائل معينة لا لاغية للتفكير البشري نهائيا. نعم. تبغى تقول شيء في الأخير؟ أسعدكم الله أينما توجهتم. شكرا لك أستاذ عبد الوهاب العنزي، مساعد رئيس قسم الرياضيات في منطقة تعليم الرياض، تعليم منطقة الرياض، وأيضا أستاذ الرياضيات. أتمنى لك التوفيق. إحنا راح نكون معك بعد ما يخلص أيضا الورقة العلمية المقدمة إن شاء الله، وراح نتابع وبرنامج وروتانا تحت أمرك في أي شيء يدعم هذه الفكرة وغيرها. بيض الله وجهك ورحم الله والديك، وأنا في أتم استعداد إن شاء الله. نعم في قادم الأيام. نعم شكرا لك. نروح فاصل ونعود لكم بعد قليل مع نجم أهلا لهذا المساء الفنان القدير الكوميدي فايز المالك. أهلا وسهلا بكم. طبعا وعدناكم أنه يعني ما راح نكتفي فقط بالألم والترح والقضايا اللي أوقات تزعجكم، أوقات تقولون غثنا كل يوم نفس الهم والإزعاج، لكن تأكدوا دائما أننا من محبة للوطن، ونحاول أن يعني نكون عين دالة للمسؤول الشريف على قمع المسؤول الفاسد. لكن مع ذلك وعدنا بأن الفرح يكون حاضر معنا من خلال الاحتفاء بنجومنا في الدراما وفي الغناء وفي أيضا حتى النجوم في الرياضة وفي المجتمع، كتاب وصحفيين. الحقيقة نجومنا أيضا الممثلين على المستوى في الدراما، على المستوى التراجيدي والكوميدي. ضيفي الحقيقة ضيف يعني شق طريق، والحقيقة شوي بالصعوبة، بدأ من فترات طويلة، كان يعني التحدي ممزوج بألم ربما في الصغر، في المعاناة، في أوقات القرب من الأم والبعد عن الوالد، وأحيانا العكس صحيح. ثم بعد ذلك
كانت النوايا مطايا وابتسم الحظ في يوم ما، وأصبح من الأسماء الكوميدية السعودية التي يشار لها بالبنان، وأضحكنا كثير، فشكرا له على كل بسمة جعلنا نبتسمها وكل ضحكة جعلنا نضحكها. أعرف أنا أساسا لست من عشاق المقدمة الطويلة، ولا ضيفي الحقيقة من عشاق هذه المقدمة الطويلة، لكن كل ما قلت هو ليس مدحا بقدر ما هو يعني وصف واقع ومحاولة لقراءة مسيرة الشخصية. ضيفي الفنان القدير فايز المالكي، مبرر الاستضافة المحبة أولا، والتوقيع لروتانا مسلسل سكتم بكتم الجزء الرابع الذي يكون سيكون على شاشة روتانا خليجية، لكن راح يكون أحلى لأن سقفنا أعلى وأجمل ربما. أهلا وسهلا بك أبو ركان. يا هلا يا علي، وهذا أنت تقول ما تحب تطول في المقدمة، ما شاء الله عليك. أنا والله اللي شاكر على الكلام الحلو والجميل، والله يجبر بخاطرك. أنا شاكر أنه أتحت في لي الفرصة والتواجد معك في هالبرنامج الرائع، وإن شاء الله أن يكون ضيف خفيف عليك وعلى السادة المشاهدين. لا أنت خفيف، وأنت دائما حتى في المواقف، أنا أتذكر كنت معي في هلا بدعم إنساني في حالة ترح عندما كانت كارثة جدا ثانية، وأنت من المتطوع اللي شال غسالات وكراتين وكل شيء، وكنت يعني بالقوة خليناك تطلع معنا لأنك كنت تبغاها، يعني شيء ليس الهدف من إعلامي للأمانة أقول هذا الشيء، وأشكر حضورك. قبل أن نبدأ في عندنا تقرير يرصد يعني مسيرتك، أعتقد ما أدري لقينا أبو رنة ولا ما لقيناه، ما في فضائح بس الله يرحم والدك، يعني على خفيف. فراح نروح لهذا التقرير. طيب شوف اللي مخنا في تقرير أبو رنة، بالله عليك احنا صرينا انكم موجود. يا الله اذا جبتوه انا شاكل، لاني انا ادور على أبو رنة ما لقيته، والله ما لقيت أبو رنة، ما لقيت وين من اذا ما لقيناه نسويها الحين. طيب اذا جهز التقرير، ما ودي ابدا في الاسئله قبل ما نشوف التقرير ثم نعود حتى يعني ننطلق انطلاقه واحده ما فيها يعني. يا رب ما تلقونه. لا لا راح نلقاه. ها لقيتوه؟ يلا نبدا. هو سابقا سفير النوايا الحسنة لدول الخليج. أنت متأكد أن السؤال هذا لي؟ في عام 2012 قدم استقالته، والسبب أن اليونيسيف لا تدعم أطفال سوريا، وثم انضم لجمعية الثقافة والفنون السعودية. للأسف كانت ردة الفعل عندهم سيئة جدا، وما كان في أي تحرك ولا في أي ردة فعل، إنه حتى إنه انتظر يعني ما في أي شيء، إنه خلاص نسوي لهم يعني. فهاك الساعة عرفت إنه إيش كلمة سفير إذا ما تقدر تخدمها أنت بنفسك وتسوي شيء كويس ما ينفع. المذيعة ما فيها ضربة حظ، هذه بورصة ما فيها لعب، فيها ثلاثة أشياء مهمة جدا جدا جدا. قبل ذلك اشتهر فايز بشخصية كوميدية تحت اسم أبو رنة في الثمانينات التي اختفت من اليوتيوب. شارك المالكي في العديد من الأعمال مثل طاش مطاش، أما أكثر شخصية كانت عالقة في الأذهان من الزمن القديم مسلسل العولمة. أنا أسلح أنا مشدش في الوريد ليش؟ خفة الظل التي تميز بها الفنان فايز المالكي جعلته منافسا قويا للكثير من الكوميديين في السعودية حتى في حياته الشخصية. نايم ورا، حبينا نسوي فيه مقلب، بالله وجه الكاميرا عليك خالد وانا بسوي نسوينا حال. يلا لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. شباب تنقل فايز في العديد من القنوات، فمن التلفزيون السعودي إلى MBC ثم إلى التلفزيون السعودي مرة أخرى بمسلسل سبتم بكتم. سامي أخبرك خير. الله العظيم والله العقدو أرخدو، أنا رجالة أروح أزور أبو جحيم في المستشفى، فهموا ولا لا؟ أبو زور رجالة بعدين أرجع أخذكم وأوديكم الأماكن اللي تبونها، فهمتوا ولا لا؟ إن شاء الله. ومن سبتم بكتم الذي أخذ أصداء عالية في الأوساط السعودية إلى دبي. ماشي عرفنا. طيب يا حسن، تقول لي الحب قديم. حياته حافلة بالكثير من الأعمال التي تجاوزت 30 عملا، وبرامج تلفزيونية عديدة، وأيضا
فيلم مناحي الذي كان شرارة التعارض على وجود السينما في المملكة. يا هلا يا هلا برحمان برحمان. أيضا بيني وبينك بس برنا ما لقيناها الحمد لله. هذا شكلك أنت اللي مخفيها. لا والله لا والله أنا ودي والله ألقى ولو بس مقطع بسيط من برنا لكن للأسف نزل برنا قبل ما ينزل. أبو رنا كنت أنت تسويها أنت شخصي يعني كان مونولوج أو تقليد. أبو رنا يا طويل العمر هذه باختصار شديد أبو رنا في بدايتنا الفنية كلمنا واحد من النجوم أنه يشارك معنا في مشهد هو أبو زنة وأنا أبو رنا. أسسنا نقدم مشاهد سكتشات للتلفزيون السعودي في برنامج محطات وبدون ألوان واخترنا لكم. لما جينا نصور المشهد تصلنا عليه قال والله ما أقدر أنا تعبان اليوم خلوها بعد أسبوع. حنا دافعين جار كاميرات ومتسلفين ما جاء سوينا المشهد. فعملت 180 مشهد أنا والزميل محمد الحجي للتلفزيون السعودي. صحيح. وبعدها بدأت العجلة الدور. نعم. الآن أنت في بيتك روتانا أبطيت علينا يعني الجزء الرابع كنا أنت تأخرت ولا حنا تأخرنا ولا العقد مبني على أنك تبقى خطوة ثانية أو في خلاف مع التلفزيون السعودي أو محبة روتانا طلعت على السطح فجأة؟ عموما أخوي أس أقول لك شيء واحد بس أنه ما في خلافات. أول شيء أنا أحب أشكر سمو الأمير الوليد بن طلال حقيقة اللي دعمنا ودعم الدراما المحلية ودعم الفنانين الخليجيين والفنانين العرب كلهم. والحقيقة أنا لي الشرف أني هالسنة وقعت مع روتانا وإن شاء الله إن شاء الله أن يكون عند حسن الظن وأقدم عمل متميز. كثير سألوني أنه في مشاكل مع التلفزيون وفي لا ما في مشاكل مع التلفزيون حقيقة ولكن المشكلة الوحيدة اللي كانت معي في التلفزيون هي أنه يعني اختلفنا في الرقابة في العمل أنه لما تعرض حلقة 30 دقيقة وتجي في وقت العرض الرئيسي وتحصلها 12 دقيقة معناته أنت قدرت العمل. يعني كان الأفضل أنك أنت ما تعرض الحلقة هذه كلها وهذا كان وجهة يعني الخلاف اللي بيني وبينهم. ما كان خلاف أنا قدمت الجزء الأول والجزء الثالث الثاني والثالث وبعد اعتذرت أنه ما راح أقدم وقعت مع روتانا ولكن التلفزيون السعودي يبقى بيتنا الأول مهما رحنا القنوات ومهما جينا ومهما قدمنا لازم نرجع لتلفزيوننا الحبيب ويا رب يا رب أن الله يجمعني في عمل ثاني معهم. نعم. تتوقع الاتفاق مع روتانا إيش ممكن يضيف للعمل؟ والله روتانا صراحة حقيقة وأعتقد أنه في روتانا حتشاهد عربيا مش محليا أو خليجيا هذا شيء يعني منتهى منه. أعتقد أنه في جرأة في الطرح في مساحة أكبر يعني كان في التلفزيون السعودي يمكن كانت الرقابة شوي محدودة يعني التلفزيونات الرسمية دائما برافو عليك لكن أعتقد في روتانا هناخذ مساحة أكبر وأوعدك أنه يكون في قضايا حساسة تطرح. إحنا طبعا ما لنا لا في السياسة ولا نقرب الدين إحنا المشاكل الاجتماعية اللي ممكن نطرق لها بقالب كوميدي جميل ونقدمها للمشاهد. لكن أنا حتى زملائي الفنانين وطاقم العمل لما أنه بلغتهم أنه وقعنا مع روتانا كلهم قالوا أوه شيء جميل يعني في مساحة رقابية في طرح جري في شغلة حلوة. نعم. إحنا كلنا ثقة فيك طبعا وكل التمنيات بالتوفيق لكن في نقد السكتم بكتم. هناك من يقول بأن فايز المالكي بعيد عن الرمزية مباشر جدا ويتكئ أحيانا على ما ينشر في الصحافة ثم إذا انتقد كان النقد واضح ومباشر وإذا مدح الوطن كان النقد أيضا واضح ومباشر وهذا يعني أحيانا يعاب على الدراما أنا تفعل كذا. عموما علي وأنا أخوك التلفزيون أو الراديو أو الصحافة كلها هي تحكي مشاكل الوطن يعني ما في شيء نجيبه. أول شيء ثاني شيء اللي عيب على أو ينتقد سكتم بكتم إحنا لما 3 سنوات فزنا في مهرجان إذاعة والتلفزيون في البحرين بجوائز كأفضل مسلسل وأكبر نسبة مشاهدة. نعم. وفزنا مع روتانا حتى روتانا ما كان له يعني كرمتنا مشكورة كأفضل مسلسل ونسبة مشاهدة عالية جدا. يمكن عندنا الطرح جري جدا وما في تمطيط يعني أنا ممكن أعبي لك 10 دقائق وأنا طالع من السيارة وأنا نازل وأنا صك الباب وأنا مذي وشو عسى أعبي تايم معين وأعطيكم الحلقة كاملة. لا إحنا كان عندنا طرح الموضوع نناقش الموضوع بسرعة نحط الحلول نبثه انتهينا. كثير إنه قالوا يعني في جرأة في الطرح في مباشرة يعني إنه ليه ما يكون يعني بطريقة ملتوية ما تقول الحلقة لا ما ينفع إذا ما في مصداقية معناته أنت ما في التلفزيون. لا هم يقصدون يكون جريء بس رمزي أو يكون من وحي ورشة عمل الكتابة ليس بمبرر خبر منشور أو قضية منشورة في الصحافة ثم يتم قولبتها يعني تنعمل دراميا هذه الفكرة.
وهذا يقودني إلى سؤال بعطيك التعليق، هل هناك في تطوير في ورشة العمل السنة هذه وأيضا في إضافة ممثلين جدد ممكن؟ عموما السنة هذه هو كاتبنا الكاتب الرائع عبد العزيز المدهش اللي كاتب الأجزاء السابقة، ولكن أعتقد في روتانا حيكون في ورشة عمل لطرح مشاكل وسيناريو أفضل من اللي قدمناه، نبي نتميز، نبي نقدم شيء حلو. في لحد الآن احنا مكلمين عدد ممثلين سوريين من الأردن معنا، من فنانين الخليج بالمشاركة معنا في العمل. أنا بصراحة ودي أنه يكون سكتم وكتم متغير، مش مثل الجزء الأول والثاني والثالث، معناته أنا ما قدمت شيء إذا قدمت نفسه. عموما الأبطال موجودين، هم أبطالنا موجودين، ولكن في إضافة عدد من الفنانين الخليج، فنانين العرب، حيكون حتى في الـ في الـ في الـ البيوت. احنا كان عندنا ثلاث خطوط في البيوت، يعني بيت مناحي بيت دحي من جيران، لا حيكون عندنا خطوط كثيرة، ولو أن الوقت عندنا قليل في تقديم الحلقة كاملة، لأن 30 دقيقة أو 28 دقيقة ما تعطيك فرصة أنك تطرح الموضوع بسهام وتبدع فيه شوي، لكن احنا إن شاء الله إن شاء الله حيكون عمل مميز مع الورشة الموجودة الآن في روتانا. ممكن تويتر يساعدك في التكثيف، عندك 140 حرف، فممكن يكون معسكر جيد أنكم تقلصون يعني تقدموا. والله هذا اللي حاصل، بس وأنا أخوك المسألة أنه في العمل الكوميدي ما تقدر تضغط عمل كوميدي. لما يكون معك فنانين كوميديين كل واحد يقول في طلع صح. معك خمس لا بس ما في التزام هذه معاناة الفنان الخليجي والسعودي، اللي هو ما في التزام بالسكريبت، وبعدين في احيانا يعني منافسه في الذبات او في الافيهات اذا جاز التعبير. ما والله علي شوف، انا خاصه في سكتم بكتم لا، انا ما عندي مشكله ان اي ممثل يقول افيه كويس، ما عندي مشكله ابد. احنا نباصل بعضنا بعض، هو يشوت وانا سنتر له، انا شوت ويسنتر. بس المساله في الكوميديا مش زي الدراما، الدراما حبكه مربوطه في بعضها بعض، فبالتالي اي زياده واي اضافه من عندك خربت كل اللي بانينا في الدراما. لكن في الكوميديا انت تعتمد على واحد ممكن يعطيك فيه حلو، ممكن يسوي لك شغله حلوه، ممكن كوميديا موقف، فبالتالي اذا انت جيرت هالشخص قلت له لا ما بيك تسوي اي شيء، ولا تقول خلاص اللي بنسوي اللي عندنا، معناته ما في كوميديا. هذا كان سبب الخلاف بينك وبين حسن عسيري، موضوع انه كل واحد مثلا يعني يرتجل الفيف، وبالتالي تضطرون تقصرون او انكم تمنتجون او الى اخره؟ لا انا لا لا، اول شيء انا امسي على حسن عسيري بالخير ونقول له الحمد لله على السلامه بعد ما خلع له خشم واحد ما ادري شو يقول، ما سافر برا السعوديه والله ما ادري. بس المساله مو اختلفنا انا مع حسن، اللي اختلفت مع حسن حقيقه يعني انه الاعمال اللي كانت تقدم في يقدمها حسن عسيري ما كانت بالنسبه لي مش راضي عنها، يعني كانت فيها 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 كثير من خدش الحياة، فيها كثير من الجنس. بس قعدت ثلاث أجزاء، يعني ما اكتشفت اللي بعد ثلاث جزء، لأنه ما أنتج إلا بعد ثلاث أجزاء. وكان إنتاج الأول على بيني وبينك، الأول والثاني والثالث. بعدين أنتج حوالي 14 عمل. أنت خلافك على الأعمال الثانية. أي مؤسس الصدى، بس أنت ما شاركت في الأعمال الثانية. لا ما شاركت، وكنت أنا موقع أقدر أشارك في الأعمال نفسها، لكن لما عرض عليه السيناريو والحوار اللي موجود كانت مرة يعني مش لنا، مش مسلسلاتنا يعني. صدق ان احنا ممكن نسوي ونستعبل نمثل نسوي كاركترات نلبس ثياب قديمه نسوي اي شيء في الحياه، بس الخطوط اللي قاعده تطرح في المسلسلات عندها كانت مره قويه، وكانت مره يعني مش للعائله السعوديه يعني، لا ايام السراب ولا بس تعرف الدراما هي تحاكي المجتمع، يعني القصص اللي موجوده ما كانت في المجتمع موجوده، ولكن حالات شاذه. يعني انت في سكتم بكتم، وصح لي اذا كنت وخطي، ناقشت موضوع المثليين الجنس الثالث شواذ، وهذه مثلا ممكن تكون ما تصلح للعائله. جميل. لا شوف هي موجوده، بس انا ما اطرق للحلقه قد 30 يوم 30 حلقه وانا ماسك الخط هذا فيه، هذه مصيبه بعد. يعني انت تقدم لهم في 25 دقيقه انه يا جماعه ترى عندنا الحاله الشاذه هذه، انتبهوا لعيالكم، يعني مسلسل غير متصل. اي لكن اما انه 30 حلقه. طيب بصراحه قبل نطلع الفاصل، هذا سبب الزعل الحقيقي ولا في سبب ثاني؟ صراحة لا هذا سبب زعل والله. انا كنت اعمل سفير نوايا حسن للطفوله لدول الخليج لليونيسف، وحقيقة خاطبوني قالوا انت قاعد الان انت رقم واحد عندهم في الاعمال حقتهم، وانت قاعد تقدم اعمال، الاعمال اللي قاعد تقدم تسير النشر تسير الطفل. ما كان بيني وبينك والمشاهد وحذفها كان سبب؟ وكان من ضمنها كان في انه حسن كان بعد المونتاج اذا كان انا مصور في الحلقه 15 مشهد اتفاجئ انه في الحلقه 8 مشاهد. طيب يا حسن قال التايم، طيب التايم علي انا، طيب انت ما انحذف لك شيء بحكم انه كان منتج طبعا، والممثل اذا كان يعني مش منتج هذا في العمل ما تقدر تقول شيء انه خلاص. طيب عموما حق اعطوني الكاميرا حق الرد لحسن عسيري في هذا البرنامج، في وقت نبغى اليوم ونبغى وقت اخر من واقع مهني، راح نروح فاصل استاذنك في فاصل تفضل. ونعود بعد قليل.
اهلا وسادور هنا ولا هناك. اهلا وسهلا بكم من جديد. لخبطنا فايز المالكي. اهلا وسهلا بكم. لا زلنا مع ضيفنا الفنان الكوميدي الاستاذ فايز المالكي ابو ركان، مساك الله بالخير مره ثانيه. ايضا يعاب عليك تعاطيك مع الصحافه لما تزعل من احد، يعني اذا التلفزيون السعودي حذف نلقى منشيت النهار الثاني زعلان فايز. زعلت مثلا مع الام بي سي نفس الحكايه، مع حسن نفس الحكايه، مع مشكله. يعني لماذا انت يعني توصف بانك منفعل؟ يعني لا ما تضبط اعصابك اوقات يا اخي؟ ليش تحسسني اني قاعد معلم حقك كنن؟ والله المساله من اخوك علي. شوف بعض الاشياء تقهرك من اخوك، فالحاجه الوحيده اللي ممكن ترد عليها من خلال الصحافه. يعني انت لما تعرض التلفزيون السعودي حلقه مدتها 30 تلقى 10 دقائق، وعشان تصل الوزير يبغى لك اسبوعين ولا رمضان انتهى، فما معك توصل بهذا الشيء هذا. لما يجي واحد ياخذ حقك وانت ما تقدر تسوي شيء، ايش تسوي يعني؟ يعني انا ما عندي سلطه ولا عندي اقدر احكم احد انا، فبالتالي ما عندي الا الصحافه، اخذ حقي بمقال باللقاء وخلاص انتهينا. برد على قلبي بصراحه. يمكن انا استعجل في بعض الامور، يمكن اتهور، بس ما عندي مشكله، بس ارتاح نفسيا بصراحه. يعني لما تحس ان حقك هنا واخذ منك مشكله، يعني كثير يقول لك فايز المالكي متهور، فايز المالكي عصبي، فايز المالكي مو بعصبي. بس انت لما تنقهر من شخص، لما واحد ياخذ حقك عيني عينك وما تقدر تسوي شيء، مصيبه يعني. لما تجي تلقى لك عمل انت نجم في العمل وبطل في العمل، وتتفاجئ ان مشاهدك في الحلقه 4-5 مشاهد، وش تسوي؟ كيف تاخذ حقك؟ تكلم مسؤول يقول لك والله خلاص انتهينا. فبالتالي انت ترمي الخبر هذا، ممكن يشوف المسؤول، ممكن يراجع، يوقف العالم، يقول لا، والحمد لله هذا اللي يصير لي واخذ حقي. الان انت على تويتر عندك جماهيريه عاليه، متابعين كثر، كم يتبعك الان؟ والله انا يا طويل العمر كان عندي قبل سنه 500,000 وتهكر الحساب راح. والان بعدين ابتعدت ورجعت، قعدت يمكن 4 أشهر او 5 أشهر، رجعت قبل رمضان بحوالي 15 يوم، الان عندي حوالي 600,000. وكيف شايف تجربه تويتر؟ تنفع الاوقات؟ متى اللحظه اللي تحط بلوك؟ يعني تعمل بلوك؟ اول شيء تويتر يعني انا احس هو يعني المتنفس الوحيد لي بصراحه. انا ما عندي شغل، يعني اذا في مسلسل، اذا في شغل ما في، وبعدين معك بالجهاز في اي مكان تغرد تكتب تعرف. في ناس نفسيات كثير طبعا في تويتر، في نفسيات، يعني في ناس لا يعجبهم العجب ولا ما في امل. يعني احط البلوك اللي ما يحترمني بصراحه. اللي ممكن اكتب سامج، اكتب سخيف، ممكن تستخف دمك، اقول نضحك. يعني انا ما غلطت عليك، ما دام ما غلطت عليك، غلطت انت علي بلوك مباشره. ما بس حقيقه يعني في ناس راقيين، وفي ناس حبيناهم من صورهم، يعني من كتاباتهم، يعني ما نعرفهم. يعني كونت علاقات مره جميله من خلال تويتر. ناس مغردين رائعين، تستفيد معلومه، عندك خبر ممكن تبثه من خلال تويتر. يعني ما تنتظر، يعني لما وقعت العقد مع روتانا وانتظرنا انه يلا بكره بيكتبون في الجريده، مع العلم شكري كل الصحافه اللي كتبوا ونقلوا الخبر، بس كان اول تغريده انه من تركي الشبانه، لسه تركي الشبانه، ومن خلال برنامجكم انا اشكره، تغريده انه تم توقيع العقد. يعني 600,000 شخص دروا عن توقيع العقد مره ثانيه. طيب في انت اوقات تكتب شعر، يعني في ناس يقولون هذا منقول ولا لك ولا كذا وكذا؟ لا يعني والله مجرد محاولات طبعا، انا مش شاعر، ولكن انا متذوق للشعر. كل الشعراء اخوياي واعرفهم وفي علاقه، من سعد علوش الى اصغر واحد، من ما كثير، كل الشعراء اخوياي، بالتالي ما يقصرون، يرمون لي ابيات انا احطها، بس كثير يعتبرون انا اللي كاتبها. لا لا والله لا ما اكتب شعر. تحب شعر القلطه؟ في يعني مره واحده كتبت شعر اللي هي قصيده وحياتي عندك لو كان لي يعني. لا تحب شعر القلطه؟ مره يعني في شغلات. لا اتذكر مره الحبيب العازمي، يا طير يا اللي يا طير يا طير، ايوه كيف ايش يقول؟ والله ما لا عشان ينضاف لك جمهور جديد. والله انا يشرفني يا حبيب العازمي، انا من ضمن ملايين المعجبين. هي اغنيه غنينا في يا طير يا طير يا طير الساعات اللي ترفع الجناح لو هنياك يا ضقت عليك الارض لفيتها. الظاهر زي كذا، ما ادري. الا كذا صح اغني لك يعني انا ولك. يعني انا لطيف اوف كثير يبغوني انا يبغون الشباب كلهم. يمكن نختم فيها، لكن برجع لفايز المالكي
في حياته العملية الغير فنية وأيضا حياتك مع أسرتك. فايز الملك متفرغ للفن أم عنده أعمال أخرى تجارية أم هو يعمل في مكان؟ لا والله يعني أنا متفرغ للفن، ما عندي وظيفة طبعا، ولكن عندي شغلات تجارية كثير يعني. عندي شركة، عندي معرض سيارات، عندي محلات. يعني شغلات يعني محرك نفسي يعني، ما هو بس انه تمثيل، لا، لان الفن يعني اذا بتعتمد عليه مصيبه من سنه لسنه. فبالتالي عندي محلات تجاريه وعندي شغلات. انت طبعا من اسره يعني يبدو انها تحترم حريه كل شخص. اخوك الشيخ الدكتور علي المالكي داعية المعروف، يعني تيار ديني، انت محسوب على التيار اللي يمثل. طبعا انت ما تتعرض لاي تقليد مثلا مرتبط ب التيار الديني او شيء. نعم ان شاء الله. يعني من خلق هذا الوعي عندكم او هذه التركيبه؟ انا حتى قابلت بعض من اخوانك اللي في القطاع العسكري واللي في القطاع التجاري، نماذج مختلفه ولكنها متعايشه يعني، هل هذا من تالي ولا كان من قديم؟ لا والله، اول شيء شوف كان يجمعنا الوالده والوالد الله يرحمهم، ما كان يعني الواحد يتفلسف على الثاني ولا يغلط على الثاني. الحقيقه انا مسي على اخواني ومسي على الدكتور علي بالخير. دكتور علي هو صحيح ملتزم ولكن متفهم، هو مش راضي عن عملي ابدا يعني. يعني اتوقع انه يقول لا استمر، هو يقول لا ما انا اقول الله يهديك بس. يعني ما اقدر اقول لك تقدم اعمال يعني، بس انه كل واحد له رايه وانا اخوك. هو الحقيقه يعني وكلمه حق تقال يعني، ما يحب انه يعني يقحم نفسه في كل شيء وانه لا ما لا، ولكن دائما اذا قعدت معه يعني يعطيك آية، يعطيك حديث انه يا فايز حاول حاول حاول. وكلمه حق تقال يعني علي له فضل كبير علي يعني. بعض الحاجات يمكن اسويها انا ان اتحمس وبسوي وشغلات وسأله يقول لك لا يعني في شيء. وعموما هو ترى مش راضي اني ممثل، لا يهمك انه يعني، ولكن هو جميل انه يعني حافظ ان هذا اخوي يعني. وانت بالاخير رجل الشيخ علي متسامح يعني، انت رجل حر في تصرفاتك يعني، ما عنده مشكله انك تمثل. بس ايضا اكثر شخص اثر في حياتك من العائله ولا من برا العائله ولا من الوسط؟ من العائله وأي إنسان آخر في الحياة، سواء كان في التمثيل أو غير التمثيل. والله شوف العائلة يعني ما في أكثر من الوالد والوالدة رحمة الله عليهم، ولكن فقدتهم وسأل الله لهم الجنة رحمة يعني الله عليهم. أنت كنت متأثر بوالدتك كثير؟ والله الوالد والوالدة والله كثير كثير علي يعني جد يعني. أنا أقولها نصيحة لكل من يشاهد الآن، إذا أمك وأبوك موجودين نصيحة محب وسأله مجرب، لا تفوت ثانية، لانه حيجي وقت تندم على انك انت تركتم ثاني وحده. ونصيحه، لو تاخذ لك توله ب 6 ريال ولا ب 10 ريال لا تبخل تقول لا والله بيقول الوالد والوالده انها رخيصه، لا ترى يقتنعون باي شيء، وسألوا مجرب. يعني انا فقدتهم وسأل الله يعوضنا فيهم خير ان شاء الله. بس الدكتور علي له فضل. فالوسط الفني محمد العلي رحمه الله عليه كان اب روحي لنا، كان وقفاته معنا مره جميله. مهما تكلمت عن محمد العلي ما راح اوفي. في ناس كثير خدمونا، في ناس كثير وقفوا معنا، من ضمنهم مخرجين في التلفزيون يعني كثير والله، لو أقدر أعدهم بكرة. لكن أنا أقول كل واحد وقف مع فايز المالكي في مسيرة الفنية، الله يعطيك العافية ويرحم والديك ويجزاك عنك الخير. نعم، بقول لك كذا اسم وأبغاك تعطيني على كل اسم تعليق سريع. يلا توكلنا. ناصر القصبي فنان ما راح ينجب البلد زي ناصر القصبي حقيقة يعني. ناصر رائع بما تعني الكلمة. هذا من يعني من قبل شهادته لك في العام الماضي؟ لا، انا ناصر القصبي انا من ضمن ملايين الملايين المعجبين. ناصر فنان مهما تكلمت عنه ما راح اوفي حقه بصراحه. عبد الله سلحان رائع جدا، واتمنى انه عبد الله وناصر يجعلوا لبعض. حسن عسيري فنان منتج منتج فن يعني. حسن عسيري الله يمسيه بالخير، وترى يعني ممكن نتزاعل في الاعمال الفنيه لكن نبقى اخوان ودخلنا بيوت بعض. يبقى اخ وعزيز، لكن ممثل لا، ولكن منتج رقم واحد. راشد الشمراني مدرسة. راشد فنان رائع بس كسول ومزاجي يعني. راشد يحرمنا احنا كمشاهدين وكزملاء المشاركة في أعمال. صحيح، عطني هذه الكاميرا. ترى أنت راشد فنان بس حرام عليك كسول. والله عظيم راشد يعني يبغى الاشتراك. طيب والله عظيم عشان يشارك في الأعمال. طيب فهد الحيان رائع. فهد رائع. محمد العيسى فنان للأسف يحرمنا بمشاركاته يعني. أتمنى محمد العيسى أنه
يعني محمد ليس بس انه لو بيلتزم بس ويشارك في الاعمال اعتقد راح تشوفه في جميع المسلسلات. فنان بما تعني الكلمه. خير نختم فيه. خالد سامي اخ وحبيب وعزيز بس انه الظاهر انه كبر في السن. بس يظل فنان. يظل نجم ومدرسه خالد سامي. عموما لان الوقت داهمني في اسماء كثيره ودي انا كنت تعلق عليها. شكرا لحضورك، شكرا انك لبيت الدعوه. أنا اللي شاكر يا علي وشاكر روتانا، ويا رب يا رب أن الله يوفقنا في عملنا الجديد مع روتانا، ويا رب أن نبيض وجهكم إن شاء الله ونمتع السادة المشاهدين. وأحب أقول للمشاهدين أنه إذا العمل أعجبكم هذا توفيق الله سبحانه وتعالى، إذا كان فيها فوات ترى من أنفسنا. ومن إحنا كلنا ثقة فيك يا حبيبي يعني. وخلنا تترنا يكون على يعني أنا أحسن. لا يصير في بعد عرب. لا يا أخي والله والله يا علي والله ما والله تكفى. دائما تغني غنيتها في كل مكان يا أخي، من كثر ما غنيتها مليتها والله. أنا كنت عموما كنت بتكلم عن برنامجك الرائع برضو في دبي بس يا حبيبي. فخل نطلع بي يعني أنا ألقاكم بكرة إن شاء الله في أمان الله. حلو غني يعني أنا يا نا يا نا يا نا يا نا العليان أموت أنا أموت والله ما في علي. والله خير والله خير يلا في مهلا في مهلا.